عارف ارحب بيك ولا ابارك لك ولا اقول لك شكرا ان انت معانا في الحلقه دي. لا بالعكس، ده انا اللي اشكرك يا احمد. انت اخويا وانت عارف يعني، وانا فرحان قوي بالبرنامج بتاعك ده، وسعيد كمان ان انا بطلع معاك. انا متعود عليك كممثل اصلا. لا مش يعني بلاش انا لا لا لا, لا انت مثلت كويس جدا في ظل الرئيس وفرحيه للامانه. انا كنت طالع عشان انت عارف انا بحبك قد ايه، كنت حابب ابقى موجود معاك في اي تجربه، وانت شرفتنا بجد. طب ما تحكي لنا على تجربه ظل الرئيس. هو تجربه ظل الرئيس انت تقريبا كنت حاضر معظمها. يعني اللي حصل في الاول يعني كان في دراما بره الدراما، يعني انك انت تقوم مشروع بممثل هو ما هوش ستار او هو نجم وبتراهن بيه ان هو يبقى نجم، ده كان موضوع برضو بالنسبه لي انا كغريب، ما كنتش مصدقه. يعني فضلت مش مصدقه حتى لغايه العرض، وبعد العرض ما اكذبش عليك يعني كنت خايف قد ايه؟ كنت خايف كتير جدا، خايف ان انا اخذل الناس اللي وثقت فيا، اللي هو استاذ ريمون والاستاذ محمد. وفي نفس الوقت انا لقيت زمايل ليا كتير في نفس ظروفي بيقولوا لي يلا عايزين بقى يعني تدينا امل وتشرفنا وبتاع، فحسيت ان في مسؤوليه كبيره جدا. فالحمد لله ربنا اراد ان ينجح، بس مش نجاح منسوب لشخص ليا او ان انا يعني فتك قوي يعني في التمثيل، لا لا، هو الشركه المنتجه وفرت لنا ظروف كويسه جدا فوق الممتازه، من مدير تصوير كبير لمخرج كبير الاستاذ علي عادل والاستاذ احمد سمير فرج، في نجوم كبار جدا كانوا معانا، وانت فاكر طبعا النجم محمود عبد المغني والنجمه هنا شيحه والنجمه علا غانم والنجمه دينا فؤاد، وكلهم كانوا منورين وكان المسلسل بتاعنا كلنا. طب طلعت من ايه بالتجربه بتاعت ظل الرئيس؟ يعني انت طبعا تاريخك كبير سينما ودراما ومسرح، طلعت من ده بايه؟ طلعت ان انا اللي عارف انام وعندي صداع طول الوقت وعلى طول في الجيم وشويه اخسس وشويه تعبت جلدت والله. طلعت تعبان عشان ايه؟ من رمضان اللي فات ظل الرئيس ما نمتش لغايه رمضان ده رحيم، عشان انت عايز تاكد بقى التجربه، وشكلي مش هنام لغايه رمضان الجاي. يعني انت شايف ان النجوميه بتدي مسؤوليه اكبر وضغوط اكتر عن العمل؟ يعني انت كنت فنان والناس كلها بتتكلم عليك ممثل مهم، ولكن ما كنتش بطل مطلق او بطل بيدعم اسمه، ما كانش الدور الرئيسي يعني. لا بس خلاص انا بحب اسميها الدور الرئيسي. بس هنتفق او نختلف، المسلسل بيدعم اسم شخص، احنا خلاص ده السوق دلوقتي. فانت اصبح المسلسلات بتتباع باسمك حتى قبل عرضها. يعني انا معايا ياسر جلال فخلاص، وده يمكن اللي حصل السنه دي وكان باين في الدعايه وفي الاوت دورز على المحطه. فهل انت شايف ان دي كانت خطوه اتاخرت ولا جت في ميعادها ولا هو طبعا انا حاسس ان انا صدقني، وانا مش بقول لك ده يعني سياسه او دبلوماسيه، لا انا حاسس ان انا طول عمري كنت واخد حقي. ايه حقي؟ ان انا مثل، انا عملت ادوار مهمه كتير في حياتي الحمد لله، في مسلسلات كبيره ومهمه، كنت سعيد ان انا بخرج الطاقه اللي جوايا دي في التمثيل. لكن موضوع النجوميه والبطوله المطلقه والله ما كان بيشغلني. وبعدين على فكره انت قربت مني وعارفني كويس على طبيعتي يعني،